مساء الخير متابعي الاتحاد، بنرحب بكم في هذا اللايف. ويعني منذ لحظات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الترابي المسؤول عن واقعة اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، واللي خرج في تصريحات صحفية تصريحات وقال ان هو عثر على عمل وسحر داخل المقابر لصورة الكابتن مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي. وطبعا يعني منذ لحظات بتعلن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية القبض على الترابي في واقعة مؤمن زكريا. ألقت أجهزة الأمن القبض على الترابي صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا داخل المقابر، على خلفية العثور على طلاسم وعروسة وأعمال بالموت والمرض داخل المقابر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط يعني طرفي الواقعة. وكشفت التحريات الأولية في واقعة العثور على سحر اللاعب مؤمن زكريا أن الواقعة مفبركة ومختلقة، وأن المتهمين هم 3 أشخاص زوروا وزيفوا واختلقوا الواقعة وأعطوا للترابي الصور المزيفة والطلاسم مع عروسة لدفنها. وتكثف أجهزة الأمن من جهودها خلال مأمورية لضبط باقي المتهمين في منطقة البساتين والخليفة، وتم التحفظ على الترابي وتحرير محضر الواقعة. الترابي قال خلال التحقيقات ان احنا اتصلنا بالكابتن مؤمن زكريا لإخباره في واقعة العثور على سحر وعمل معمول لي داخل الترب، وكان الهدف من هذا الأمر هو يعني أخذ أموال من الكابتن مؤمن زكريا والضحك عليه. يعني ده اللي كانوا بيخططوا للمتهمين في واقعة الكابتن مؤمن زكريا، مستغلين يعني الحالة المرضية اللي بيعاني منها الكابتن مؤمن زكريا شفاه الله وعافاه. وطبعا كانوا بيرغبوا في يعني الحصول على مبالغ مالية من الكابتن مؤمن زكريا على خلفية وقع العثور على أعمال سحر. ده اللي قالوا المتهمين وده اللي قالوا الترابي اللي تم القبض عليه، وإن هم كانوا بيخططوا عبارة عن 3 أشخاص وضعوا يعني العمل والصورة اللي عليها صورة الكابتن مؤمن زكريا مقابل ان هم يعني يجروا اتصال بالكابتن مؤمن زكريا اللي يعيني من كتر شغفه ومن كتر يعني الحالة اللي بيعيشها، واللي هو مش عارف هو ايه اللي حصل له ويعني التدهور في حالته الصحية. يعني زي ما بيقولوا الغرقان بيتعلق بقشاية. الكابتن مؤمن زكريا عيني اصطحب أسرته وأهله وتوجه إلى المقابر في منطقة البساتين بعد أن تلقى اتصال هاتفي من الترابي بالعثور على أعمال سحر وشعوذة للكابتن مؤمن زكريا داخل إحدى المقابر في منطقة البساتين. الهدف من الواقعة أو اللي كان بيخططه للترابي وثلاثة آخرين هو يعني استغلال الحالة المرضية التي كان يعاني منها الكابتن مؤمن زكريا، ويعني يتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية وإيهام الكابتن مؤمن زكريا إن هم قادرين على فك هذا السحر وعلى فك هذا العمل، وإن هم يعني إن الكابتن مؤمن زكريا بمجرد ما يتم فك هذا العمل وهذا السحر سيعافى وسيعود إلى ممارسة كرة القدم
وممارسة يعني هوايته المفضلة واللعب للنادي الأهلي. وكان شفنا الكابتن مؤمن زكريا يعني من يومين قال في تصريحات نفسي ألعب كورة ونفسي أرجع يعني أمارس حياتي الطبيعية تانية وإن ربنا يشفيني. وطبعا هؤلاء المجرمين استغلوا طيبة ويعني زي ما بيقولوا الغرقان بيتعلق بأشياء، استغلوا الحالة المرضية اللي بيعيشها الكابتن مؤمن زكريا يعني لاعب النادي الأهلي شفى الله وعافاه. لا قدام معذرة، هم كانوا عايزين يستغلوا الحالة المرضية وحالة الحاجة اللي بيعيشها الكابتن مؤمن زكريا وان هم يتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية ويستغلوا الحالة النفسية اللي بيعيشها الكابتن مؤمن زكريا. وأوهموه بعد ما توجه إلى المقابر وجلس معاهم لأكثر من ساعة وأخرجوا له العمل من القبر وكان عليه صورة الكابتن مؤمن زكريا، وإن هؤلاء المجرمين استغلوا الحالة المرضية اللي بيعيشها الكابتن مؤمن زكريا وجابوا اشتروا صورة للكابتن مؤمن زكريا ودبسوها في عروسة ووضعوا بعض الطلاسم وبعض الكلمات التي تحتوي على شعوذة وكلمات سحر يعني فيها ما فيها من الموت وجلب المرض حتى يوهموا الكابتن مؤمن زكريا ان ما حدث له او ما تعرض له مؤمن زكريا من مرض ويعني ما تعرض به الكابتن مؤمن زكريا خلال الفترة الماضية ده ناتج عن عملية سحر وشعوذة، وان هؤلاء المتهمين كانوا يعني التربي الذي اخترق الواقعة مع ثلاثة آخرين كانوا يسعون إلى يعني إيهام الكابتن مؤمن زكريا بأنهم يستطيعون فك هذا العمل وأنهم يعني عثروا على هذا العمل اللي تم العثور عليه في إحدى المقابر في منطقة البساتين ليعيش الكابتن مؤمن زكريا آمالا ويعيش طموحات حول أن يعني حول أن يعني يتم فك هذا العمل ويعود إلى طبيعته ويعود إلى يعني كرة القدم وممارسة كرة القدم، لكن تبين في الآخر إن ده كله سيناريو مختلق وفيلم صنعه التربي مع ثلاث أشخاص آخرين من أجل استغلال الحالة المرضية اللي بيعيشها نجم النادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا شفاه الله وعافاه. كم من الإجرام والسفالة والانحطاط وقلة الأدب واللعب بمشاعر شخص مريض يعاني من ضمور العضلات يعني وإهامه أن في سحر وأن هو سيشفى من هذا المرض بعد فك هذا السحر اللي تم العثور عليه، يعني حالة يعني مزرية وحالة فيها من الإجرام اللي يعني قرر هؤلاء المجرمون اللي هم يعيشوا الكابتن مؤمن زكريا فيها من أجل الحصول على أموال ومن أجل الحصول على يعني مبالغ مالية طائلة مبالغ مالية طائلة. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني ليه تستغل واحد يعني بيتعلق في أشياء ما بين يعني جلسات العلاج والأموال الطائلة اللي بيدفعها الكابتن مؤمن زكريا من أجل يعني أن يشفى من هذا المرض مرض الضمور العضلات اللي يعني أصيب به الكابتن مؤمن زكريا. لكن هؤلاء المجرمين قرروا أن يستغلوا الحالة المرضية ويستغلوا طيبة وسذاجة ويعني زي ما بيقولوا الغرقان بيتعلق بأشياء، يستغلوا الحالة اللي بيعيشها الكابتن مؤمن زكريا ويعني اجتمعوا مع بعض وخططوا تخطيط شيطاني بجلب صورة للكابتن مؤمن زكريا ووضعها
على عروسة وإجراء اتصال هاتفي بالكابتن مؤمن زكريا وإهامه إن ما تعرض لي وإن ما يحدث له وأن ما يعني يعيش الكابتن مؤمن زكريا هو نتاج عن أعمال السحر والشعوذة ويعني ده اللي كان بيسعى ليه التربي والمحيطين به اللي فكروا وكونوا تشكيل عصابي للنصب على الكابتن مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي عشان يستغلوه ماديا ويتمكنوا من يعني الحصول على مبالغ مالية من الكابتن مؤمن زكريا مقابل فك هذا العمل وفك هذا السحر اللي بيتعرض ليه الكابتن مؤمن زكريا ومن ثم يعود لممارسة حياته الطبيعية وممارسة حياته وأسرته ويعود الكابتن مؤمن زكريا. جدل كبير بسبب مؤمن زكريا وقصة أثارت الرأي العام وفي الآخر طلع الحوار كله فنكوش وكده وإن الترابي اختلق هذه الواقعة هو ومجموعة من المجرمين اللي كانوا معاه من أجل يعني النصب على الكابتن مؤمن زكريا وعفاه يعني ربنا يشفيه وياخد بيده. شكرا لحضراتكم على ملخص لوقعة الكابتن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي. شكرا لحضراتكم.